يقول كده القديس أغسطينوس ابن الدموع أو شفيع التائبين من أجمل أقواله: جلست على قمة العالم. هو شايف أنه جلس على قمة العالم حينما أحسست أنني لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. هو من جواه حاسس أنه لما يوصل للمرحلة اللي فيها ما عندوش أي استعداد أنه يشتهي أي شيء في الدنيا ولا يخاف من أي شيء أو يخاف على أي شيء في الدنيا، هو كده وصل لفين؟ للقمة. هو كده وصل للقمة أو قمة مراده أو قمة أنه يبقى كده قاعد على قمة العالم. ولما تيجي تبصوا على الكلمتين دول، لا أخاف شيء ولا أشتهي شيء، ونيجي نطبقها على حياتنا، تجد كده ان انسان ممكن يبقى موضوع الفلوس قلقه كتير، والماديات والحياة والدنيا، فده يخليه ان هو يوصل لإيه؟ ان هو يخاف، وفي وقت نفس الوقت ممكن شوية كمان يبقى بيشتهي ان هو يكون مكان حد تاني، يبقى عمره ما يوصل ان هو يبقى ايه؟ يبقى على قمة العالم. نفس الفكرة، انسان عينه على مركز معين او وضعية معينة في المجتمع، يفضل طول الوقت بيشتهي الموضوع دوت، وفي التالي يفضل لو وصله يفضل طول الوقت ان هو خايف يضيع منه. ده اللي انا بحس ان هو عمله القديس او الشهيد مارمينو من خلال القصة بتاعته. تعالوا نقرا كده، او يعني نحكي كده القصة ببساطة، يمكن السنكسار انا مرضتش اقراها عشان ما اطولش عليكم، على اساس ان انا كده احكيها واكمل كمان على الجزء اللي موجود في السنكسار زي ما قالوا الاباء، يمكن السنكسار ذاكر لغاية لما استشهد، بعد كده ما اتكلمش في المواضيع دي. خلونا نحكي القصة ببساطة ونشوف ازاي القديس الشهيد العظيم مارمينا شفيع كنيستنا قعد هو كمان على قمة العالم، لأنه لا اشتهى شيء ولا خاف من شيء. طبعا انتوا عارفين ماري مينا، كلمة ماري يعني دي كلمة سريانية يعني السيد، تمام؟ أما مينا دي فهنشوف يعني جت منين الايه؟ أمين؟ لكن بس هي مش معناها الأمين أمين يعني، هي دي القصة اللي مكتوبة يعني. لكن مينا عشان يعني نبقى احنا عارفين ده اسم فرعوني. مينا لوحده ده اسم فرعوني معناه الثابت او الراسخ. الثابت او الراسخ، ومن هنا اللي يعني يفتكر في التاريخ بتاع مصر مينا موحد القطرون، ايه القطرين. تمام؟ يحكوا كده ان كان في والي عظيم اسمه اودوكيوس، وزوجته اسمها افوميه. ده كان والي في وقت من الاوقات في منطقه في مناطق مصر، تمام؟ وكان له صيت كبير جدا وكان غني جدا، لكن ما كانش عنده ولاد، وكانوا بيتضرعوا كتير لربنا، وكانوا من أسرة يعني مسيحية ويعرفوا ربنا كويس جدا، ان كان نفسهم ان يبقى لهم ابن او بنت زي رغبة اي انسان. في يوم 21 من احد اعياد الست العذراء، تاخد افومية دي نفسها وتروح لكنيسة، تمام؟ وتبتدي تصلي للست العذراء. انا باخد القصه كده بسرعه عشان وقتكم يعني. تبتدي تصلي بمراره للست العذراء، ويحكوا كده انها كانت يعني زي ما يكون شافت الولاد وهم بيلعبوا زي في صحن الكنيسه، فوقفت قدام صوره العذراء، وهنا تبتدي تظهر كل موضوع الشفاعه. تقول لها ان يرضيكي كده، يرضيكي كده ان العيال دي بتلعب بره واحنا نفسنا في يعني في عيل، سواء بنت او ولد، ونفرح بيه. فترد عليها الصورة وتقول لها امين، وترد عليها الصورة ايه؟ امين. ومن هنا فرحت وقررت ان يكون الاسم، هي طبعا هو مالوش امين، مالوش علاقة بمينا زي ما قلنا، لكن الفكرة كلها ان كانت من نفس الحروف، فهي قالت خلاص انا هسميه مينا لو جه ايه؟ ولد، تمام؟ وفعلا تمر الايام ويتولد ويجي، ويبقوا كانوا عايزين يسموه اسم تاني، فهي تقول لهم لا، هيتسمى باسم مينا عشان يصير بعد كده الشهيد العظيم ماري مينا. يجي بعد كده اخو اودوكيوس دوت اللي هو ابو ماري مينا، زي ما يكون في قلبه حقد شويه، تمام؟ فوشى بيه عند الامبراطور، لكن كان الامبراطور بيحب
اودوكيوس دوت، بس في نفس الوقت ما كانش عارف يعمل ايه، فاضطر ان هو ينقله من المكان اللي هو موجود فيه لمنطقة في شمال افريقيا اللي هي تعتبر كينج مريوط في الوقت الحالي. وفضلوا على كده يمجدوا ربنا على العطية اللي ادها لهم للشهيد مريمينا. في سن ال 11 سنة توفى اودوكيوس، وبعديه بثلاث سنين برضو توفت افوميا مراته، وصار مريمينا وحيد تقريبا في سن 14 سنة بلا أب وبلا أم. تمام. في سن ال 15 دخل الجيش يخدم، كل ده قصة عادية خالص ومفيش أي حاجة خالص. فضل يخدم في الجيش، ويقال إن في التوقيت دوت يعني الإمبراطور نتيجة إن هو كان بيحب أودوكيوس دوت، فابتدى يعين مريمينا والي هو كمان في المنطقة دهيت بتاعة كينج ماريوت. سنة أو عنده 18 سنة يعني تقريبا سنة 303 ميلاديا دقلديانوس أنشر المنشور بتاع إن مفيش عبادة غير العبادة الوثنية، وابتدى يضطهد الإيه؟ المسيحيين. كان تقريبا عنده حوالي 18 سنة مريمينا في التوقيت دوت. قرر مريمينا إن هو يتنازل عن كل ده ويخش فين؟ في البرية. في البرية اللي كانت موجودة في المنطقة دهية. ساب العالم، ومن هنا جه المنطق اللي أنا كنت بتكلم فيه، لا اشتهى فلوس ولا اشتهى منصب، ودي حاجة صعبة قوي إن الإنسان يتنازل عن فلوس ويتنازل عن منصب، ونتيجة إن هو اتنازل ما اشتهاش لا فلوس ولا اشتهى منصب، فبالتالي ما كانش خايف لا على فلوس ولا خايف على منصب. ويفضل مريمينا في البرية لمدة 5 سنين يعبد ربنا، لمدة 5 سنين يقدم حياته لربنا، لغاية لما يظهر له ربنا ويقول له أنا محتاجك إن أنت ترجع البلد تاني يعني مريوط، وتبتدي تعلن إيمانك بالمسيح، وليك عندي 3 أكاليل زي ما أبونا ثيودور كده اللي كان حاضر في النهضة قالها. أول طبعا إكليل اللي هو إكليل النسك والجهاد، تاني إكليل إكليل البتولية، وتالت إكليل اللي هو إكليل الاستشهاد. وأظهر له قد إيه يعني مجد بتاع الشهداء، وإزاي هما ممكن يكونوا بينالوا إكليل عظيم في السماء. يرجع مريمينا على طول لمريوط ويبتدي يعلن إيمانه، يبتدوا يعني كالعادة زي ما أنتوا عارفين يعني يغروه، طب ده احنا نرجعك وانت وانت وكلام من ده وبتاع، لكنه كان رافض تماما لأنه لا اشتهى شيء ولا خاف شيء، خلاص قاعد على القمة مش محتاج حاجة تانية. وبالفعل نتيجة ان هم يعني خلاص وصلوا للمنتهى بالنسبة له، فيعني قطعوا راسه ونال اكليل الايه؟ الشهادة. لو تاخدوا بالكم لحد كده القصة ايه؟ دي القصة العادية برضو، يعني مفيش حاجة كبيرة بالنسبة حصلت يعني اللي احنا بنسمع عنه يعني. بس تاخدوا بالكم 18 سنة انسان عادي، وتقريبا في 6 سنين اتحول لشهيد. ده جاي منين؟ لازم نسأل نفسنا، كل واحد فينا لازم يسأل نفسه، ازاي واحد 18 سنة يبقى انسان عادي بس في 6 سنين يصير شهيد؟ 5 سنين في البرية، وتقريبا السنة اللي عذبوه فيها ويعني قعدوا يغروه كلام من ده لغاية لما استشهد. ده جاي نتيجة لو قلنا في البداية خالص قلنا بيت كان بيربيه تربية مسيحية سليمة، متأسس، جذوره ثابتة، اسمه مينا وهو مينا وثابت وراسخ. تمام. يقال فيما بعد، نبتدي بقى القصة بتاعته بقى ازاي بقى وصلنا لدير مريمينا. مين زار دير مريمينا في مصر؟ ومين راح الدير الأثري اللي في دير مريمينا؟ كويس. على فكرة الدير الأثري ده أنا شخصيا ما رحتوش غير مرة، مع إن أنا ساكن جنب دير مريمينا يعني، بس ما كنتش أعرف إن في دير أثري يعني. رحت مرة يعني منطقة أبو مينا الأثري يعني، كنت بصراحة حاجة يعني اللي ما راحش أدعوكم إن أنتوا تروحوا وتتفرجوا يعني. يقال إن بعد ما دفن في الفترة دهيت يعني خدوا، كان يعني في جه والي كده او في اثناء الحرب، تمام،
آلي اسمه الوالي أثناسيوس، ده كان قائد جيش. الوالي أثناسيوس دوت كان رائد، أمر إن هو يطلع يقابل البربر في إحدى الهجمات في المنطقة بتاعت برضو كينج ماريوت. فقال ما أخد الجسد، يعني أسمع إن هو بيبقى بركة وناخده معانا وكده وبتاع. فخد الجسد معاه وفعلا انتشر، يعني انتصر في المعركة، وابتدى يفكر إن هو خلاص بقى محتاج يرجع لإيه؟ البلد بتاعته يعني. ومن هنا جت قصة، لو تاخدوا بالكم ايه؟ جمالين. من هنا جت قصة الجمالين. يقال ان هو جاب جمل، كله بيبص على الصورة، انت اول مرة تاخدوا بالكم ان مريمينا معاه جمالين. جاب جمل، ابتدى يحط عليه يعني الصندوق اللي فيه العظم بتاعه، ما رضاش يتحرك. فقال طب نجيب جمل تاني، يمكن ده تعبان شوية يعني. فجاب جمل تاني حطه وبرضه ما اتحركش. ففهم ان هو عايز يفضل موجود في المكان دوت يعني. وفعلا حفروا ودفنوا الجسد من غير ما يذكر عنه أي شيء، ولمدة 50 سنة تقريبا اتنسى مريمينا، اتنسى لغاية لما ابتدى يبقى فيه نوع من أنواع العمار في المنطقة، وفي ناس ساكنة، ويحكى كده إن في ليلة طفل كسيح ما بيعرفش يمشي شاف نور من بعيد، فابتدى يزحف من غير ما يتكلم مع أهله، وابتدوا أهله يطلعوا يدوروا عليه مش لاقيينه. فلغايه لما وصلوا له، بس لقوا عبال ما وصلوا له لقوا ايه؟ واقف وبيمشي. فقالوا له ايه اللي حصل؟ قال لهم انا شفت نور من بعيد، فمشيت ناحيه، يعني سحفت لغايه لما وصلت عند النور، لقيت واحد طالع لي من النور واخدني في حضنه جامد، وساعتها وقفت. تمر الايام، فلاح عنده، انا اسف يعني، زي خروف صغير، الخروف ده كان يعني جربان كده، فمعدي عدى على الرمله خف. فالفلاح عجبته الفكرة يعني، أو يعني الراعي اللي في المنطقة دهيت عجبته الفكرة دهيت، وابتدى يظهر أو يعني يتسمع. طبعا لغاية دلوقتي هم مش فاهمين في ايه، هم شايف فاكرين ان الرملة حاجة كويسة يعني فيها بركة يعني، تمام. لغاية لما جه امبراطور كان اسمه الامبراطور جوفيان. الامبراطور جوفيان دوت كان اثناء البابا أثناسيوس. الامبراطور جوفيان دوت كان عنده بنت، البنت دهيت كان عندها مرض اسمه الجذام، كان مرض صعب جدا وملوش علاج. فسمع ان في منطقه في مصر فيها شويه رمله، ما نروح ونشوف، احنا مش خسرانين حاجه يعني. وفعلا بعت بنته في المنطقه دهيت، وهناك طبعا ما بعتهاش لوحدها، طبعا يعني بعتها بالحرس والوزراء وحاجة كبيرة يعني. يقول لك كده البنت يعني زي ايه يعني دفنت شوية نفسها في الرملة دهيت، ويعني على اساس انها تشفى يعني، ويشاء انها فعلا تشفى. ويظهر لها بقى مريمينا ويحكي لها القصة بتاعته، ويطلب منها انها تبني له كنيسة في المنطقة دي. وفعلا الامبراطور جوفيان دوت ما كدبش خبر بنته، يعني اتشفت يعني احيت بعد ما كانت ميتة، وبنى كنيسة، بس كانت كنيسة صغيرة في المنطقة دهيت اثناء البابا، ركزوا معايا، اثناء البابا أثناسيوس. ويبتدي يتزاع صيت مريمينا على مستوى العالم، كل العالم يعرف مريمينا. يمكن هو مش مشهور مثلا زي الشهيد عظيم ماري جرجس امير الشهداء، لكن هو اتشهر بسبب شفائه، لدرجه انه يقول لك انه كانوا بيصنعوا اواني من الفخار ويرسموا عليها صوره يعني مريمينا وتتباع على كل العالم، بركه وشفاء يعني. الناس كانت يعني تستشفى من الميه اللي موجوده جوه التراب اللي مصنوع منه الاواني بتاعته. وتمر الايام والمنطقه تكبر تكبر تكبر، تمام. فيطلب البابا ثاوفيلوس سنه 447 اياميها كده من الامبراطور اوركاديوس، تمام، ويطلب منه، يقول له احنا محتاجين نبني يعني حاجه بقى يعني كبيره، يعني الناس يعني في تجاره بقى وحاجه كبيره يعني، والبلد كانت ابتدى البلاد اللي جنبها تعمر ويبقى منطقه زي منطقه سياحيه يعني، الناس بتيجي تزورها يعني. وفعلا الامبراطور امر وبنوا كنيسه كبيره، ومش بس كمان كنيسه كبيره، لا ده بنوا شبه يعني اماكن للراحه للناس اللي بتيجي تزور. ويمكن اللي راح شاف المناطق الاثريه المدينه، يعني البواقي بتاعت المدينه لسه موجوده، الاعمده بتاعتها بجانب الكنيسه الكبيره والكنيسه الصغيره. طبعا الكنيسه ما فيش، عشان بس يعني ما فيش، دي عباره عن
بوائي، لان زي ما قلنا زي ما هنكمل كده في القصه، ان يعني يعني المسلمين والفتوحات دخلوا هدموها تماما يعني. يبنوا تمام الكنيسه دهيت، وتمر الايام، وفي احدى غارات البربر دهيت يعني، يعني دخلوا وابتدوا يعني يبهدلوا شويه في الاماكن، ولقوا صندوق مش عارفين ايه دوت، هما كانوا فاكرين انه في حاجه، خدوه على اساس ان هو يعني في جواهر او حاجه، بعدين اكتشفوا ان في شويه عظم بلا اي ايه بالنسبه لهم، بلا اي قيمه. المهم ان هما وصلوه للبابا، فيما بعد الصندوق ده وصل للبابا، وابتدى يبني له كنيسه اللي هي كنيسه مريمينا في ام الخليج في مصر. مين زارها؟ سيده زينة. شكرا. منطقة فم الخليج دي منطقة مشهورة في مصر بعيدا عن السيدة زينب يعني. تمام. ويقال كده ان سنة 1907، من هنا بيجي موضوع الدير بقى، يعني اكتشف عالم اثار المنطقة الاثرية دهيت، وابتدوا يعرفوا ان دي كانت المنطقة اللي هي بتاعت الشهيد العظيم مرمينا، ويبتدي البابا كيرلس نتيجة العلاقة القوية اللي بينه وبين شهيد مرمينا نفسه يبني حاجة، بس للأسف الدولة مرضتش تسمح له بالموضوع ده على أساس أنها منطقة أثرية يعني، وادوله 15 فدان جنب الجنة. والكنيسة كملت ال 15 فدان دول حوالي 100 فدان في الوقت دوت. تمام. وابتدى ينشأ دير الشهيد العظيم مرمينا. طبعا اللي شافه يعني وراح وزار يعرف قد ايه ان الدير ده حاجه كده يعني كبيره جدا وحاجه فخمه يعني. تمام. واللي زار كمان ما المزرعه اللي يعني بجانب الدير دي حاجه تانية يعني، دي تفوق الدير بمراحل ومساحه يعني. كل ده بركه بتاعت مين؟ مرمينا طبعا، البابا كرولوس. تمام. تاني قديس اغسطينوس قال ايه؟ ها جلست، قولوا معايا، جلست على قمة العالم حينما أحسست أنني لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيء. مرمينا عمل كده، لا اشتهى شيء ولا خاف شيء، مع أنه كان معاه كتير ومعاه سلطان، معاه فلوس ومعاه سلطان، لكن هو مش عايز الموضوع دوت. نختم بقصة برضو، يعني بما اننا بنتكلم عن البابا كرولوس، دي قصة يعني انا برضو كانت بالنسبة لي جديدة، كنت لسه سامعها. يحكي كده ان البابا كرولوس، ودي حاجة برضو يعني توصل لنا ان السماء واصلة، زي ما كنا بنتكلم في موضوع الشفاعة على مدار اليومين في النهضة بتاعتنا، ان السماء بتاعتنا واصلة، احنا مش بعاد، وفي نفس الوقت ما تخافوش زي ما الانجيل بيقول. يحكي كده ان في الثورة، ثورة يوليو كانت سنة كام؟ 50. لا تقول 53. 52. كان برضو 23 يوليو. كان برضو الأحوال ما كانتش كويسة بالنسبة للمسيحيين في التوقيت دوت، والبابا كرولوس كان حزين جدا. ويحكى كده اللي بيحكي كده يعني أحد الآباء اللي كانوا حوالين البابا كرولوس وكان حاضر مع القداس، يقول كده البابا كرولوس بكى في القداس وهو بيصلي، وبعدين فجأة لقى بيضحك لوحده. فالمهم خلصوا القداس، فأبونا الراهب دوت بيسأله بيقول له ممكن أعرف أنت كنت عمال بتعيط وبعد شوية لقيناك بتضحك، نفهم فيه إيه؟ فقال أنا كنت بعيط بقول لربنا الحمل تقيل وأنا مش قادر، وولادك مشاكلهم كتيرة وأنا مش عارف أعمل لهم إيه، فكنت ببكي ربنا أثناء القداس. وفجأة مين يظهر له؟ مرمينا. يظهر له مرمينا ويخبط على كتفه ويقول له كده باللفظ إيه؟ يعني بالظبط يقول له كده، هو أنت شغال لوحدك؟ يقول مرمينا البابا كرولوس يقول له هو أنت شغال لوحدك؟ ما احنا شغالين معاك، احنا شايلين معاك، انت تصلي على الارض واحنا نتشفع فوق في السماء، فانت مش شغال لوحدك، كلنا مش شغالين ايه لوحدنا. خلونا نرفع قلوبنا في القداس عشان نصلي، عشان ندي فرصة
للي سبقونا في السماء من الشهداء والقديسين ان هم يتشفعوا فينا ويطلبوا عننا، ان ربنا يرفع عننا دايما، وإلى ربنا المجد دايما ابديا امين.